مشاهدينا وصلنا لفقرتنا الأخيرة لليوم أهالينا. الأطفال هم دائما مصدر طاقتنا اليومية، وأيضا هم ما نسعى لرعايته وتلبية حاجاته كل يوم، فهم المركز الذي تدور حوله حياتنا اليومية. لهذا السبب بيحتاج الأطفال منا لكثير، لأنه نوقف حدهم أو حتى نعرف أنه كيف نربيهم أو حتى نرعاهم. خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع. مع قدوم أول طفل إلى حياة الأم والأب تكون هناك حيرة في البداية من طريقة تربية هذا الطفل، وكيف يمكن التعامل معه على مستوى إرضاعه أو إطعامه أو طريقة تدفئته، وما هو واجب وما هو مضر لصحته. ولكونها تجربة جديدة على الأبوين، غالباً ما يستعين أحدهم بالأقارب من باب النصيحة ومعرفة كيفية التعامل مع بعض المسائل. هذه الاستعانة تتحول بعد مضي الأيام إلى مشكلة أحياناً، فالأهل يرغبون بتربية حفيدهم كما عاشوا، والأم أو الأب يرون في هذه الطريقة أسلوباً تقليدياً أو أسلوباً غير صحي. بالمقابل، البعض لا ينتظر طلب النصيحة، وإنما يبادر بحكم التجربة ومحبة الطفل أو من باب الحشرية أحياناً إلى اقتراح نصائح معينة، أحياناً تكون ناجعة ومرات تكون تقليدية وبعيدة عن أساليب رعاية الأطفال الطبية. أحياناً تدفع هذه التدخلات أحد الأبوين إلى التحسس، وتصل أحياناً إلى الخلاف بين الزوجين من باب أن لكل جيل أسلوبه في التربية، أو لأن الزوجة أو الزوج يرغبان في تربية أطفالهم على طريقتهم الخاصة بعيداً عن تدخلات الآخرين. إذن هل من الضرورة الاستعانة بالآخرين من أجل تربية الأطفال؟ وماذا عن بعض النصائح التقليدية؟ وكيف نتأكد أنها لا تؤثر على صحة الأطفال؟ لنحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا بالاستديو نسيبة جلال، أخصائية تربية. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. بداية، كيف يبدأ التدخل في تربية الأطفال؟ نعم، وفي الحقيقة يعني الجميع بحاجة إلى نصيحة وإرشاد في مساعدتنا في أمور تربية الأبناء أو تربية البنات، لكن أحياناً بيكون هذا التدخل إيجابي فنطلبه، وأحيانا بيكون التدخل سلبي. هذا بيرجع لطبيعة الاستشارة اللي نحن متوجهين إلهم، الشخص اللي توجهنا إلهم، ما هي الصفات اللي بتكون موجودة عنده والألجأتنا إنه نطلب الاستشارة منه. ممكن تصير الاستشارة حتى بدون طلب، فيمكن هيدي شوي بالضبط بتزيد شوي. أيوة بالضبط، هيك بتصير إلى جانب سلبي، وغالبا لا تقبل هذه النصيحة للأسف، وبيكون إلها جانب سلبي وأيضا يعني جانب نفسي سيء على الأهل وعلى أيضا الطفل نفسه. لكن هون الأهل بيوقعوا بحيرة، يعني لابد من تدخل مثلا أحد الوالدات، يعني والدة الأم أو حتى والدة الأب. كيف ممكن يأثر هذا الشيء على شخصية الطفل؟ صحيح. هلأ خليني أقول لك معلومة، جميع الناس بلا استثناء بحاجة إلى استشارة، ولكن عندما تلجأ الأم بنفسها إلى طلب الاستشارة من أشخاص معينين بتميزوا مثلا بالحكمة بالعلم بالمعرفة بهذا المجال، غالبا هي تأخذ هذه الاستشارة وتعمل بها. لكن لما هي بتلجأ إلى أشخاص أحيانا غير يعني ما بتوفر لديهم الحكمة، ما عندهم معرفة بهاي الأمور، هنا بصير عندنا التباس، فبتصير عندك النصيحة ما استفادت منها. إذن إحنا بحاجة لتوعية الناس إلى أين يتجهوا في طلب النصيحة. حلو. طب ماذا عن تدخل الجد والجدة في تربية الأولاد، وخاصة لما يلجأوا لهم الأولاد وبيقوموا بحمايتهم مثلاً؟ أي تماماً، بيدلعون وبيمنعوا عنهم العقاب حتى، أو صحيح. فبتكون يعني صارت شيء زايد أو دلال زايد. صحيح. يعني حتى الجد والجدة، حتى ما يعني نكون بموقف معين، لابد نقول إنه لهم تأثير أيضاً إيجابي وسلبي. هلأ في العالم الحديث كثير من الأمهات بتعمل، وعندما تعمل تترك تربية للأهل، سواء الأمها أو حتى أحيانا لحماتها، هذا موجود عندنا. إذا كانت العلاقة بينهم قائمة على الحب وعلى المودة والتفاهم، ما بيصير عندنا أي مشكلة حقيقة. لكن عندما تكون العلاقة فيها شوية شوائب وبتتدخل أحيانا الجدة مثلا، أو أحيانا يتدخل الجد، التدخل غير مقبول، بيصير حتى لو كانت النصيحة صحيحة على فكرة. يعني طبعاً. أنا بقول لك لو كانوا بشكل صحيح الأم هذاك الوقت بترفض أو حتى الأب. إذا نحن بدنا نختار أشخاص معينين، وفي
وقت مناسب، بمعنى حتى النصيحة إلى وقت لمن أنا بدي أعطيها بده يكون وقت مناسب لإعطاء التوجيه. ماذا عن زيادة الدلال من قبل الجد والجدة؟ مرفوض. هي زيادة الدلال في التربية معروف عنا أنه بيؤدي إلى مشكلات حقيقة لدى شخصية الطفل، وأيضا يفسد سيطرة الأهل على الطفل. فعندما يكون صغير ربما تسيطر عليه الأم، لكن عندما يكبر في سن المراهقة راح تلاحظ أنه فقدت السيطرة نهائيا في حالة وجود الدلال وفي حالة وجود أشخاص آخرين يتدخلوا في هذه التربية. إذا لابد هون أن نضع نحن يعني حدود، حتى التدخل لابد أن يكون بين مثلا الأم والجدة، بين الأم مثلا والقريبة التي ترغب بإعطاء النصيحة، لأن إعطاء النصيحة إلى مواصفات معينة حتى بعيدا عن مسمع الطفل. هاي النقطة يمكن كثير ضرورية. مهمة. صحيح، لأن في هاي الحالة الطفل يفقد ثقته بأمه أو بأهله اللي عم توجه لهم النصيحة بهذا الشكل. بيوصل لمرحلة ما عاد يعرف يسمع كلام مين، إن كان بالتوبيخ. صحيح. ما بدنا نحكي بس عن موضوع الدلال، لأنه كمان موضوع القسوة بينطبق على موضوع التدخل. نعم، ما عاد بيقدر بيدخل بهي الجهتين. من هذا المنطلق في ناس بتلجأ حتى بعيدا عن التدخل يمكن من قبل الأقارب، التدخل الخارجي، يعني وسائل التواصل، الناس اللي بتعطي مثلا نصائح معينة. نعم. بطريقة التربية. صحيح. ما رأيك بهذا الموضوع؟ هلا نحن عندنا في الإرشاد حقيقة أصبح الإرشاد مطلوب في جميع المجتمعات الغربية والشرقية على حد سواء، وصار عندنا جلسات إرشاد جماعية تعلن يعني بتكون معروفة، وأيضا جلسات إرشاد بوسائل التواصل المختلفة التلفزيون وغيرها بيقدم نصائح للأهل. غالبا يلجأ الأهل للمرشدين النفسيين، ليه؟ لأنه مختصين بهذا الجانب وبيعطوهم معلومات كتير مهمة بالنسبة لهم. أحيانا لا تقبل النصيحة الآن بالذات للأشخاص المتعلمين من الجارة ومن لا أنا بدي شخص متخصص أخذ منه نصيحة، فبالتالي أنا ممكن بضغطة زر أني أنا أستمع إلى مجموعة من المختصين سواء أقتنع بكلام هذا الشخص أو غيره. إذن الإرشاد له دور مهم في توجيه الأشخاص إلى المعرفة التي يرغبون بها، وغالبا بتكون هاي المعرفة على درجة من الموثوقية. طيب ماذا عن تدخل المدرسة؟ صحيح، المدرسة إلى دور كبير في أيضا تربية الأولاد. صحيح، المدرسة وممكن يكونوا أيضا الأصدقاء بالمدرسة، وكل هذا شيء بيأثر على تربية الطفل والشيء اللي عم يتشربوا من هذا. صحيح. المكان اللي هو فيه، فهذا التدخل قد يكون إيجابي وقد يكون سلبي، شو رأيك؟ يعني غالبا أنا بقول لك إنه بيكون التدخل إيجابي، ليه؟ لأن الأهل هم يلجأوا إلى المدرسة لأخذ النصيحة، فبالتالي هلا الآن قانونيا وعالميا بجميع المدارس لابد يتوفر الكونسلينج اللي هو المرشد النفسي الاجتماعي للطلاب وأيضا للأهل، وأيضا المعلمين من جانب وظيفتهم لهم جزء في الإرشاد بالتعامل مع الأهل بالمشكلات اللي بتواجههم. عندما يكون هناك تفاهم بين المعلم والمرشدين وبين الأهل ننجح في عملية التربية إلى درجة كبيرة. أحيانا الإرشاد بيكون بمجرد أني أنا ألفت نظر الأم إلى اقرأي بهذا الموضوع، عندك مشكلة معينة في هذا مع هذا الطفل اقرأي الأدب النظري، يعني هاي من استراتيجيات الإرشاد المستخدمة. فالأم تستطيع أحيانا ترغب بالتعرف لكن ما بتعرف كلمة مفتاحية ما بتعرفها، فبالتالي هذا الإرشاد مقبول وغالبا الأهل هم يطلبوه يعني. ولكن قد يكون تدخل مدرسة سلبي. نعم. يعني في كتير أسر بتقلك أنا المدرسة خربت لي تربية ابني. هذا عم بيصير على فكرة مع أغلب الإرشادين موجودين، وخصوصي باختلاف البيئة والثقافة. صحيح. يعني عم بيتم سماعهم لقضايا شخصية ممكن الأهل ما بيحبوا إنه المرشدين إنه يطلعوا عليها، وخلص بطلوا يسمعوا حتى من الأهل وينصاعوا يمكن لكلام المرشدين النفسيين. هو على الغالب إنه بتصير أحيانا مشكلات بين الطفل وأقرانه. نحن عم نحكي هون إنه هاي لابد إنها تصير. عندما تحدث مشكلة لابد للمرشد أن يستمع إلى جانب معين حتى يستطيع أنه حل المشكلة. أحيانا يعني يستدعي هذا الأمر استدعاء الأهل لأنه يكون سبب المشكلة حقيقة الأهل. فبالتالي طلع عنا مصطلح تربية الآباء قبل تربية الأبناء، هذا مصطلح علمي أنا ما جبته يعني موجود عندنا. هذا المصطلح يعني أنه أحيانا الآباء ما بيعرفوا كيف يتعاملوا مع أبنائهم، فبالتالي وجودهم مع مرشد، وجودهم مع معلم، حتى المعلم يستطيع أن يعني يشاهد أو يلاحظ مشكلات موجودة في الأبناء أحيانا الأهل ما بيشوفوها، فهو فقط مجرد نصيحة يعطيهم. فكيف بدها تصير مشكلة إذا كان هو أعطاهم نصيحة؟ إنه غالبا هم يطلبوا النصيحة، إني أنا كيف بدي أتعامل مع ابني؟ كيف بدي أتجه بشكل صحيح؟ طب حضرتك مع أو ضد إنه الأهل يوقفوا الأقارب عن التدخل بالطفل سواء كان سلبي أو إيجابي وبعيدا عن موضوع النصيحة؟ هلا أنا ممكن أقول لك من كتير الحالات اللي بتجينا هنا الوحيدين ممكن يحطوا حد. أيوة، بتطلب أحيانا من الخالة من العمة اجلسي مع ابني مع ابنتي
أقنعيهم، أنا لم أستطع أن أقنعهم. فبالتالي اللجوء إلى شخص حكيم في الأسرة هو له تأثير جدا قوي في تربية الأبناء، وهذا ليس خطأ. ولكن الخطأ هو اللجوء إلى شخص خاطئ، بمعنى أحيانا عندما ألجأ إلى شخص ما عنده معرفة ما عنده خبرة ممكن تصير عندي مشكلات، ولكن غالبا في كل أسرة في عندنا شخص حكيم نحن بنقوله، فهذا الشخص الحكيم يلجأ إليه الجميع وليس شخص واحد. هذا الشخص مطلوب حقيقة بأنه يكون وهو يساعد في التربية وفي الإرشاد الأسرة إلى الطريقة الصحيحة في التعامل مع أبنائها. جميل، هناك رأي يقول لا تربوا أبنائكم كتربيتكم لأنه زمانكم غير زمانهم. نعم. شو رأيك؟ المثل هو بيقول لك أنه شوفي الأخلاق لا تختلف في كل زمان ومكان، هي واحدة، وفي كل الشعوب شرق وغرب هي واحدة. ولكن ما بتعتبر أنه الزمان تغير، المفاهيم التربية تغيرت؟ المثل قصده لا تعودوا أبنائكم، العادات اختلفت. فالعادات في السابق مثلا كانت تمنع تعليم البنت، تعتبره عيب. الآن ولكن أيضا كان في تربية صارمة، أيوة، القسوة في التعامل مع الأبناء. أنت قصدك أيضا هي من العادات الخاطئة. أنا أتحدث عن العادات وليس الأخلاق. الأخلاق ثابتة لا يمكن، الأخلاق ثابتة ولكن طبعا. العادات خاطئة، ولكن طريقة التربية بالضبط طريقة التعليم التربية بالقسوة هي خاطئة. ولكن الآن عندما أتعامل بحب بحزم أيضا باستماع للآخر للأبناء باحتواء الأبناء تكون تربيتي سليمة. فبالتالي هذا المثل إذا كان يقصد أنهم حاولوا أنكم تربوا أبنائكم على انفتاح الذهن والاستماع للآخر بحيث يكون لديهم مرونة في التفكير، فما يكون صحيح الآن ربما يكون خاطئ. نظريات علمية كبيرة كنا نأخذ بها الآن أثبتت فشلها، هذا لا يعني أننا ما استفدنا منها. لكن أيضا التفكير ممكن أن يكون أنت اقتنعت بفكرة معينة في وقت بعد ذلك تخليت عنها وأخذت فكرة أخرى. إذن لابد أن أعلم أبنائي على سعة التفكير وقبول الآخر وقبول وجهة نظر الآخر. هنا أنا أكون عودت على عادات صحيحة، لأن العادات نفسها تتغير، ولكن مقاييس معينة ممكن أني أضعها بشكل معين. في هذه الحالة بتطور الأبناء بشكل تلقائي، سواء أن كانوا في هذا المجتمع الذي يقبل هذه العادات أو انتقل. يعني أحيانا ينتقل الإبن عندما يكبر إلى مجتمعات أخرى. إذا كان أخذ الموسوعة الصحيحة في أخذ العادة السليمة يمكن أن يعيش في ويتكيف في أي مجتمع. في ناس فسرتها بشيء ثاني، يعني أيام زمان كانوا يحرمونا من الخارجية، هلا بيحرموها من الآيباد واللابتوب وهي القصص وحتى الموبايل. بالضبط. هذا إنه تغير الزمان. مش إنه تغير الزمان، لكن وضعنا حدود. عفوا، يعني أنا أيضا مع إنه أنا أحدد الآيباد للطفل، إذا تركتيه ممكن يضل 9 ساعات، لكن أضع له ساعة ساعتين عليه وقت للدراسة، هذا مفهوم صحيح وليس خاطئ. يعني بدنا نشكرك الأخصائية التربوية نسيبة جلال. شكرا لك. شكرا لوجودك معنا المعلومات القيمة. لمزيد من المواضيع فيكم زوروا موقعنا على الانترنت www.syria.tv وعلى منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. موعدنا بكرة بنفس التوقيت. إلى اللقاء. ليلتكم سعيدة. إلى اللقاء.